السلام عليكم. ملينا نقول هارتلك لمنتخبنا العراقي، وصراحة خسارة قاسية لمنتخبنا الشبابي أمام الأوروغواي 4-0، وأسوأ أداء لمنتخبنا بصراحة. شفنا لا تنظيم ولا تركيز، ودفاع ضايع، هجوم منتهي، وسط متشتت، وتبديلات متأخرة. ونقول ولكن المشوار لن ينتهي، وما زال عندنا فرصة للتأهل بشرط أن نصحح الأخطاء الكارثية اللي في الدفاع والهجوم. وألكسندر بصراحة من نزل غير وضع المنتخب، وقدرنا أنه نصنع هجمة وهجمتين، وكنا متفائلين بهذا المنتخب لأن قدم أداء أكثر من رائع في بطولة أمم آسيا للشباب، وراح نبقى متفائلين حتى لا يقولون أنه هذه بداية المشوار، وبعد عدنا فرصة التأهل. واعطونا وجهة نظركم أنه هل سيعود العراق ويحجز بطاقة التأهل إلى دور الثاني؟ وعدنا مباراة القادمة أمام منتخب التونسي، منتخب تونسي منتخب لا بأس به وعنده إمكانيات، وهي تطمح أن تفوز. ننتظر ايش راح يصير في كأس العالم للشباب، ودعموني بالاشتراك ولايك، وانتظر تعليقاتكم وجهة نظركم على أداء منتخبنا، وأنه هل سنعود ونحجز بطاقة التأهل